السلام عليكم البنات، كيداير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في القناه ديالي. اليوم غنصايبوا هذا الكغاطه، هذه اللي كتشوفوا فيها كتجي لذيذه بزاف واقتصاديه هكا للغدا ولا العشاء. كغاطه زوينه بزاف ومشبعه، كتكال بالخبز، يعني ماشي ضروري تاكلها بالشوكه ولا شي حاجه. كتكال بالخبز، كتجي لذيذه بزاف. نتوما غتشوفوا معايا الطريقه والمقادير. ما تنسونيش من لايك واشتراك. يلا البنات، هادو هما المقادير اللي عندي. عندي هنايا البطاطا قليتها والدنجال، الا بغيتي ديرهم في الفران ديروهم ماشي مشكل، انا قليتهم. وعندي هنايا هاد المقادير فيها مطيشه دواور، البصله، فلفله، ثومه، الزيت. مهم انا غنطيب هذيك غنطيب هذيك المطيشه. المهم غندير داك الصوص، نديرو كيطيب حما هكا كعشوائي، ماشي زعما غنقلي كل حاجه بوحدها. ماجي صافي، شويه الملحه وشويه البهارات، عندي بهارات مشكله. دابا غنطيب هذاك الصوص ديالي، كيجي على الطريقه هذه. شفتوا معايا الفلفله ما كنطيبهاش بزاف، جربوا البنات هاد الكغاطه، هذه راه ما غتشبعوش منها، كتجي لذيذه لذيذه بزاف. هنا كيقولوا لها المسقعه، هذه حنا كنقولوا كغاطه هما كيقولوا مسقعه. انا يا صوبت لاصوص بيشاميل، درت غير شويه ما كترش، راكم عارفين لاصوص بيشاميل اللي كنصايب درته معكم شحال من مره. وخديت هذيك الصينيه غادي اللي كتدخل الفران، ندير البطاطا هي الاولى، ندير طبقه ديال البطاطا الفوق كيما شفتوا. هاد الكغاطة هادي شفتوها كيفاش كتجي؟ كتجي يعني غرقانة زعما كيما بالصوص، كتجيش ناشفة. غندير دابا هاد الصوص هذا الطبقة التانية، الصوص بوحدو كيشهي. ودابا غندير طبقة ديال الدنجال، بيشاميل، وشويه الفرماج، وندير طبقه ديال الدنجال. لا ما بغيتوش ديروا فيها البنات الفرماج، راه ماشي مشكل الفرماج، عشان خاطر انا كندير بلا فرماج الا ما كانش متوفر عندي. داكشي اللي متوفر عندك ديري، ماشي ديما كندير فيها الفرماج. انا درت موتزاريلا، نتوما اللي بغيتو ديروه ديرو. دابا كيما شفتوا معايا داك الدنجال تا هو غنديرو كامل في مره واحده الدنجال، وغنزيد عاوتاني هذاك الصوص، نبقى ندير طبقه طبقه. هاد الوجبه هادي اقتصاديه، دابا غندير داك الصوص كامل كيما شفتو. والله البنات ما تقنعو منا، الوصفة هادي طلقتها في رمضان، رمضان قرب الله يدخلنا بالصحة والسلامة. اللي كيبغو حاجه هكا تغميسه ولا كيبغوا، ما انا صراحه ما كنديرش الكتاب التغميسه في رمضان. كل البلد كتختلف على البلد الاخر، في المغرب كنديرو كناكلو داكشي ديال التغميسه، هنا لا، هنا غير الشوربه والفطائر عندنا. دابا غندير هذيك الطبقه ديال البطاطا الفوق، الناس صحيين ديروها في الفران. انا قليتها البطاطا، ديروها في الفران كلكم تسلقوها، تمسلوقها كتجي زوينه. المهم هذه فكره وصافي، فكره نتوما ديروا داكشي اللي غادي يعجبكم. طبعا غندير بيشاميل وشويه الفرماج، شويه الزعتر من الفوق، ضروري الزعتر. وغندخل الفران نشغل عليها من تحت هو الاول، عاد غنديرها تحمر.
هاي القاطن ديالي، صنعني هذا الفيديو. السلام عليكم البنات.